باسطنبول ومنورنا نزار الفارس وبشار القيسي واكيد ما ننسى الاستاذ الكبير وليد الخشماني الشاعر العظيم وليد الخشماني. طبعا تحياتكم اليوم بمناسبه التنميه السوريه وفنانينا وشعراء ومقدمي البرامج مناسبه قصير القامه الاستاذ محمد انت سر النجاح اليوم ابدعت اليوم قدمت لنا شيء ايوه تعبت ويانا بارك الله فيك وانت هاي مو جديد عليك انت بالغانمه وبالوقفه يعني اما القصر نزاهه يعني ما كنت قبل بشار القيسي طبعا نجم ستار اكاديمي بالعراق طبعا اريد كلمه من عندك لاسطنبول وليه يعني اللي طبعا اول شيء نشكرك لك انت شخصيا والكادر اللي اشتغلوا ويانا اليوم يعني ما شاء الله تعبناكم ويانا وبدعتوا وطبعا نزار شكرا لزيارتك لاسطنبول شرف لنا ان تعرفنا عليكم والتمينا سوية باسطنبول يعني احنا كنا عراقيين التمينا ان شاء الله نتفق في العراق ان شاء الله ان شاء الله بالعراق لما تحياتنا ان شاء الله شكرا جزيلا ان شاء الله